يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أشكل علي قول أحد العلماء عندما ذكر قصة عتبان بن مالك، وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه مسجدا، قال أحد العلماء يتبرك به كشعره وعرقه، فهل يتبرك بالأماكن التي تعبد فيها النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا؟ هذا الذي قال يتبرك به هذا من عنده، جابه من عنده، هو يريد أن يصلي فيه النبي ليقتدي به من باب الاقتداء لا من باب التبرك. وفي فرق بين المكان الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه فهذا يقتدى به يصلى فيه، والمكان الذي لم يقصده صلى فيه اتفاقا، حانت الصلاة وصلى فيه اتفاقا من غير قصد، هذا لا، ما يتخذ مسجد بعد ذلك، لأنه يعني صلى في أماكن كثيرة من الأرض في غزواته وأسفاره، ولم يكن الصحابة يتتبعون هذه الأماكن لأنه لم يصلي فيها قصدا، وإنما وافقته الصلاة فصلى فيها. فقد قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما المكان الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه قصدا فهذا يقتدى به ويصلى فيه لا تبركا وإنما اتباعا له صلى الله عليه وسلم. نعم.